عندما يصبح شعار 10452 كيلومتر محصوراً بين كفرشيما والمدفون، هل يصبح القتال مشروعاً؟ ألقيت السلاح لأنني لم أرى القضية ولم أرى العدو. ريجينا سنايفر، كنت امرأة في خضم الحرب اللبنانية، لماذا ألقيت السلاح؟ السلاح اللي ألقيته سلاح الميليشياوي، السلاح اللي كان بخدمة مشاريع خارجية لإشعال الحرب اللبنانية. ألقيت سلاح الحقد، سلاح التفرقة، سلاح مشاريع التجزئة على الأساس الطائفي، هيدا السلاح اللي ألقيته. بس حاملة بالطبع اليوم غير السلاح، اللي هو سلاح الكلمة وسلاح الانفتاح وسلاح الحق. إذا بدنا نحكي اليوم عن سبب حمل السلاح، ليش حملت السلاح بالأول؟ وقت اللي بلشت الحرب اللبنانية كان عمري 13 سنة، وأنا من جيل الحرب، يعني اللي حمل شعارات كانوا عم بيعطونا إياها هي الدفاع عن الوطن والوطن مهدد، هيدا الشعارات الأول يعني، وإيديولوجيات بعدين نميت وغزوها حول هالشعار هيدا، وبعدين صارت من الوطن مهدد للوجود المسيحي المهدد. كنا بعمر كنا يعني صدقنا انه وجودنا مهدد، وصدقنا انه عم نخدم قضيه، والشباب اللي ماتوا بهالحرب او اللي انجرحوا او اللي بعدهم عايشين واللي هن يمكن مجروحين او نص ميتين اليوم، حملت سلاحها بقناعة انه هالسلاح لخدمة قضية. يعني هو وقتها برأيك انه ما كان في تهديد، ولا طريقة التعاطي مع التهديد خلتك اليوم تصير تفكري هيك؟ اكيد في كان في تهديد، بس هل الحرب اللبنانية كانت هي الحل؟ هل خلق الميليشيات لأضعاف الدولة اللي كانت هي ضعيفة يعني من جراء النظام الطائفي، هل هو كان الحل؟ اذا انت بدك تشوف نتيجة تحكم إذا كان الوسيلة كانت جيدة ولا مش جيدة، شوف النتائج، شوف شو صار، 100,000 قتيل. دخلت للقوات اللبنانية كان عندك قناعة، وكنت يعني منظمة في صفوفها ومقربة من سمير جعجع رئيس الهيئة التنفيذية، أي نقطة خلتك أنه شكلت عندك نقطة تحول؟ أي حدث؟ أنا صارت الأشياء بالطبع تدريجياً، ما صارت بفرد مرة. أكيد الصراعات الداخلية المسيحية يعني، والعنف اللي استعملناه بين المسيحية، بما أنه كنت بموقعي أنه الدفاع عن الوجود المسيحي، بلش يطرح لي أسئلة. وبعد يعني إبعاد إلي حبيقة بالقوة عن المنطقة بعد الاتفاق الثلاثي، صار في اعتقالات وسجون وحتى جرائم، لأن قتلوا ناس. أكيد هاي كلها يعني كانت أول شيء تساؤلات، بعدين صارت ردة فعل من خلال، يعني عملت ردة فعل ورفضت إنه ضلني ماشية بطريق ما عدت فهمته، ما عدت فهمة وين القضية. هيدي التساؤلات بلشت تتبين من خلال هالصراعات العنيفة بين الأطراف المسيحية والميليشياوية، بين القوات اللبنانية، يعني أطراف القوات اللبنانية. توصلت لزيارة السجون وشفت التعذيب وشفت الجرائم ورفضت. إذا يعني بدنا نكون أداء بالمواضيع، في ذكرى بفتكر للبحر عندك، في ذكرى للسجون، بحر شو بذكره؟ بعد ما اعتقلوا قسم من المقربين من والشباب اللي كانوا مع إلي حبيقة وفوتون على السجون، كان من بيناتهم رفاق لإلي، رفاق سلاح كانوا. دخلت السجون وجربت ساعدهم، بعدين تطورت الأشياء وتفاقمت يعني بين جماعة إلي حبيقة وجماعة سمير جعجع، صار في اعتقالات، راحوا أخذوا شباب من بيوتهم وقتلوهم وزتوهم بالبحر. يعني عرفت بخبرها بكتابي كيف عرفت هالشي، كيف كانت ردة فعلي على هالجرائم. يعني أنت اليوم لما عرفت من بهيدي الواقعة وتأكدت منها، وجهت على كركي وأبلغت البطريرك صفير بالموضوع. نعم. ويمكن غير رجال دين،
شو كان يعني بنعرف شو كانت ردة فعلهم، شو كانت ردة فعلك على ردة فعلهم؟ أنا وقت زرت البترك تخبره كانت بالنسبة لإلي آخر باب ممكن دقه، وكان عمري 23 سنة يعني كنت ولد. اعتبرت إنه هال الجريمة اللي انحكت قدامي كان مفروض تنعرف. كان ردة فعله الصمت، يعني يا ريت قال لي كلمة أول شيء يأكدني إنه موقفي كان المزبوط حتى ما عملها يعني، وما إلا أهله، لأن عرفت مش من زمان إنه حتى أهل لبنان راحوا شافوه بعد يومين. أهل وسألوا لبنان كرم وسألوا وينه لبنان، قال لهم ما بعرف. يعني أنا بالنسبة لي يعني كبنت عمرها 23 سنة أكيد ما فهمت شو صار، وكأن أول شيء شككت إنه اللي عم بقوله إنه كأن عم خبر يعني إنه شيء ميت بزيادة ميت بالناقص مش مهم، هيك حسيت إنه حرب وفي عم بيموتوا الناس، واحد بزيادة واحد بالناقص، هيك حسيت إنه عم تعطي أهمية لشيء ما له أهمية بقى، لأن الحرب يعني فالإنسان فقد قيمته، وأكد لي إياها موقف البطرة. وقتها ردة فعلك شو كانت؟ بعد ما فليت من عندك؟ أنا تركت لبنان من بعدها مش من بكتير. تركت لبنان بس ما كتبت الكتاب إلا ما بعد وفاة أمه للبنان كرم. بس شو قصة لبنان كرم؟ لبنان من الشباب اللي اختفوا ونزدتوا بالبحر، وأنا سيقبت إنه شاب من الشباب قال قدامي إنه في شباب تقلولهم وزدتوهم، وعرفت إنه من بيناتهم لبنان كرم. شو بدك ياني بعمر 23 سنة أعمل لما أعرف بهيك شيء؟ يعني ما شو بدك ياني أعمل؟ اللي قدرت عليه عملته. لما تركت لبنان حسيت حالي جبانة، حسيت حالي إنه ما قدرت عملت قد ما بقدر أعمل، وما رحت لبعيد يعني، مع إنه ما خفت من شيء، بس كأن إنه وصلت ل كأنه حالة امبوسانس، مش امبوسانس بيقولوا لها، حالة يعني كأن بطل عندك بطل عندي مقدرة. وبقيت زور السجون لحد ما تركت لبنان. 20 سنة بعد 20 سنة أول شيء فكرتهم كتير، بس 20 سنة مش كتار. بس أنت نطرت لميتت أمه للبنان كرم يمكن حفاظا على مشاعرها، هي كانت ناطرة حسب ما بتذكري عودة ابنها. مظبوط، يعني أنا مبلش الكتاب بهالشي إنه أنا خفت واجه الأهل، يعني يمكن خجلي من موقعي إنه أنا كنت بهالمنظمة اللي عملت هالجرائم، يمكن من خجلي، يمكن من خوفي من ردة فعلها، يمكن من شعوري إنه ما بقدر أعمل شيء. حتى خفيت الموضوع ابنك وجوزك؟ ابني ما خفيت الموضوع، لأن كنت بدي أخبر الحرب اللبنانية لابني بدون حقد، ما بدي أنقل له حقد. اللي عطيوني إياه هزبيلة الحرب وهزبيلة الحقد، يعني ما بدي مرقها على القليلة لابني يعني، ومن خلال ابني لهالشباب اللبنانية، لأن بالفعل الحرب اللبنانية كانت حرب بشعة، يعني حرب صوروا انه في قضيه، ونحن اقتنعنا انه في قضيه، وانعونا بايديولوجيات وشعارات ولن نركع وسنصمد انه في قضيه. طلعت انه مشروع يعني اساسه خارجي لتجزئه لبنان وتجزئه المنطقه، نحن نفذنا مشروع خارجي بنظام هش هوني مرتكز على الطائفيه، خلت زعامات وقيادات وأمراء حرب يقووا ويخلقوا ميليشيات ويستعملوا هالشباب لمصالحهم ومصالح الخارج يعني. طيب إذا بدي أخذ أنا شوي دور محامي الشيطان هلا، تفضل. وقتها بظل الصراعات اللي كانت بين سمير جعجع وإليح بيئة، ولا ممكن من الناحية السياسية شوي نبرر إنه يمكن إليح بيئة تنازل زيادة عن اللزوم، سمير جعجع كان عنده خوف زيادة عن اللزوم على الوضع اللي كان قائم بوقتها؟ لا شيء يبرر عندي الجرائم، ما في تبرير. السياسة خلقت تتحل المشاكل سياسيا ودبلوماسيا، والسلاح هو كان لازم يكون اخذ
آخر آخر وسيلة، بس عم نحكي ديجا يعني مؤخرين لما عم نحكي هيك. أساساً السلاح الميليشياوي ما كان لازم يكون موجود، أساساً السلاح الميليشياوي ما كان لازم عند كل الأطراف، عند كل الأطراف الحرب. بالطبع ما كان مفروض يكون موجود. يعني ما إذا بتراجع كيف نوجد ومين عطى سلاح ومين سلح ومين دعم ومين أكيد بتفهم الحرب اللبنانية. يعني حاولت تحكي سمير جعجع بوقتها بهالموضوع، موضوع القتل والإجرام، حكيتوا عن الحبوسة قبل ما صارت قصة الشباب اللي انزلتوا بالبحر، حكيتوا عن الحبوسة وموقفوا منه انت افهم ليش عم بتصير الاشياء بهالطريقة، وكانت اكيد الجواب انه هيدا منطق الحرب وهيدا منطق القوة اللي بيربح بيحمي حاله وبيزجن. انه هودي اللي انحبسوا، بس بدي اقلك انه هودي كانوا شباب حاملين سلاح مثل سمير جعجع وغيرهم، وكانوا مقتنعين بقضية ما كان عليهم جرم، ما كان عليهم جرم، انحبسوا وتعذبوا بس لأنه كانوا من جماعة إلي حبايقة بالزمنات، ولأن ضمانت ولأن درس ما يتجرأوا غير ناس إنه يعملوا هزة بالمناطق المسيحية مثلا. بس هو كانت الفكرة إنه إلي حبايقة خان القضية. من خان من؟ من خان منه؟ شو كيف الخيانة مع مين كانت؟ إذا الخيانة لطرف خارج ما كلنا وين كان سلاحنا؟ كل ما كنا خائنين. يمكن هاي بنرجع نقدر نشوفها كمان بعد سنتين. الخيانة كانت على أساس الاتفاق الثلاثي. إذا بدنا نحكي عن تجربة اتفاق الطائف ما كانت كمان مماثلة للاتفاق الثلاثي من ناحية سياسية؟ أكيد المهم بالسياسة. يعني تهم حبايقة بخيانة معينة بالطبع بتنفسها بين هلالين يمكن بعد سنتين. ما هي الخيانة بالسياسة؟ السياسة انخلقت تتجنبك حرب وتجنبك تجنب العنف. اليوم ليك انه العالم كيف عم ينفتح، التركي عم يرجع بيحكي مع الارمني ومع الايراني ومع السوري، انه مين خاين مين ومين هو العدو. قنعونا بالاول انه الفلسطيني هو العدو، بعدين صار السوري هو العدو، بعدين المسلم المؤيد الفلسطيني هو العدو، بعدين صار الكتائبي هو العدو، بعدين القوات اللي مش من جهة سمير جعجع هو العدو، نوعوا لنا أعدائنا تيضل عنا. لا 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 لا، تحت شعار الوجود المسيحي تصار بالأخير الوجود الإنساني مهدد، مش الوجود المسيحي. هددوا الإنسان، ما عاد الوجود المسيحي، هددوا الدولة، لبنان صار مهدد. يعني السلاح اللي حملناه تنحيمي عن لبنان نفي لبنان. لك وين وصل لبنان من وراء السلاح ومن وراء الميليشيات؟ إذا كان السلاح هو الوسيلة الأفضل لكل نتيجة، حكوم عن النتيجة، النتيجة سيئة كتير. نعم، رجينا سنايفر جمال وثريا والمزيد من الأسماء والمزيد عن تجربتك خلال حرب لبنان وشو ممكن ينعمل لحتى ما تتكرر، منكملها من ضمن خبر أو خبرية بعد هذا الفاصل. رجينا، أسماء كتير انذكرت بكتابك، مين جمال وسوريا والحب المستحيل؟ ناس معرفتهم كفاية، لبنانية معرفتهم كفاية، وهي كمان كان سبب من أسباب الحرب. يعني حكيت عن النظام الطائفي اللي ما خلق ظروف للاختلاط وظروف تعرف التاني، ولما ما بتعرف التاني بصير سهلة إنه يقولولك التاني سيء وعدو. جمال وسوسن والحب المستحيل لقاءات كانت خاطفة بالحرب اللبنانية، هيك بعتت لي كم رسائل إنه بلش تتزعزع إيديولوجيتي وعقائديتي الكتائبية والقوتية والمسيحية، وبلشت من خلال هالأشخاص أفهم إنه في إنسان لبناني تاني منه الشرير اللي عم بيصوروا له. يعني للتوضيح هن مسلمين. هن مسلمين. أول مرة كنت بتتعرفي على مسلمين؟ ظروف التعارف قليلة، مدارسك طائفية وجامعاتك طائفية وأحيائك طائفية، والدولة ما بتعمل شيء يعني تسهل
الاختلاط. المدرسة ما في مدرسة مع منهج واحد ومختلطة، يمكن اليوم عم بيقولوا لي أكثر، بس بأياماتنا أكيد ما كانت موجودة. طيب اليوم أنت ما بتشوفي أنه يمكن الطرف السياسي نوعا ما ذاته اللي كان قبل عم بيخوف بعض اللبنانيين من اللبنانيين الآخرين، أنه اليوم بعده عم يعتمد ذات الطريقة؟ الخوف يمكن مش مع كل المسلمين، مع جزء من المسلمين؟ الخوف وسيلة سهلة كتير تتخلق الحرب، ما بدها شيء الحرب، بدك دولة هشة، نظام تخلق الحرب وتستقطب وزعماء وإيديولوجيات مرتكزة على الخوف وبيخلقوا لك الأعداء. أكيد الخوف موجود، هلا بقولوا هلا بكرة بقولوا لك بيرجعوا كان الوجود المسيحي مهدد، بعدين الوجود الشيعي مهدد والسني مهدد والوجود الدرزي، وده خلص بتخلق الخوف وبتقول لهم أنتوا حملوا سلاح تدافعوا مش بس عن وجودكم، عن المسيح هو ذاته، وبيحملوا سلاح. يعني الخوف والدين سهلين، يعني وسائل سهلة تترجع تحمل سلاح، تترجع تحمل. انت اليوم بس تشوفي عم تقولي كان عمرك وقت 23 سنة وبالعشرينات الى اخره، بس شوفي يمكن اليوم جزء من الشباب اللبناني والمسيحي تحديدا يلي هن بهالعمر او اصغر شوي يمكن عم يرجعوا شوي يتأثروا بهالنوعية من الحديث، شو بيخطر عبالك وشو ممكن تقولي لهم؟ شو بيقول لهم؟ ما تخافوا، الإيمانكم مي بشلكم ياه من راسكم. شو هو الوجود المسيحي وشو هو الوجود الشيعي وشو ما هو وجود إنساني قبل كل شيء. حميل إنسان بلبنان كإنسان، لأن قيمة الإنسان قبل كل شيء بإنسانيته، لا بدينه ولا بلونه ولا بإثنيته ولا قيمة الإنسان بإنسان بإنسانيته. أعطيه حقوقه كإنسان مين ما كان، عشو بده يخاف؟ عشو بده يرجع يخاف؟ أنا بالعكس بخاف إذا ميزوه، لأن التمييز له ما لا نهاية. يعني بميزه بعدين مسيحي، بعدين بميزه كاميروني، وبعدين الدرز بميزه درز جبلي ولا درز من المدينة، ولا بقدر أخلق الـ يعني الشرخ اللي بدك، عناصر الخوف اللي بدك أخلقه. من شو بدهم يخافوا؟ إذا في دولة قوية، دولة عم تعطي حقوق للإنسان كإنسان، إذا قدرنا تخلصنا شي يوم من الأيام من هالسرطان اللي هو اسمه نظام الطائفي، ما بعدش في خوف. ما تعرف على الآخر جينا، يعني كيف لقيتي لأول مرة؟ بعمل لك كانت صدفة، كانت صدفات. يعني التقى مثلا بجمال اللي زار مع حسن صعب وكلية الإعلام، يعني كانت صدفة، كلها صدفات. بس يمكن أنا كنت عم بوصل لمرحلة إنه حابة أشوف منو هالتاني هالبعبع، يعني اللي عم بخوفوني فيه. إنه ما شفت، أول ما شفت جمال قلت له لا مسلم بس حلو، يعني حتى إنه شلت له إنه ممكن يكون مسلم وجميل، يعني عرفت كيف؟ إنه هيدا مسلم بس لطيف، أو مسلم بس مهذب، أو هاي مسيحية بس معترة معاش مصاري. يعني مع إنه كليشيه كانوا شغلون عليه، وما بتعرف التاني أكيد بده يكون التاني مصدر خوف. يعني هالناس التقيتهم بالصدفة، وكنت عن جد شغوف تتعرف عليهم وتشوفهم اليوم أكيد رجع على ورا ما فيه اليوم. عم يعني كل بعمله تجرب أعرف مين تعرفتي، يعني تعرفتي عن كسب عن الآخر. ليكي أنا ما بقول الآخر، يعني حتى تقلك وين وصلت بتفكيره، ما بقى في آخر. الآخر شو؟ منه إنسان، في إنسان. يعني أنا مع فردية الإنسان، مش مع التمييز بالمجموعات. مش إنه هيدا مسلم تعرفنا شو خص مسلم ولا مسيحي، المهم إيمانك. يعني مين الآخر؟ تغيرت القوات اللبنانية بعد كل هالسنين؟ أكيد عم تتابع السياسة اللبنانية. شو بعرفني، بس هيك ما بقدر قلك، بس إنه أوقات الخطابات بيذكروني بخطابات قديمة وبنقز، يعني وبخاف، بخاف على الشباب مثل ما قال جاد، بخاف على الشباب يعني اللي ممكن بعد يوقعوا بفخ الإيديولوجيات والعقائد والمنطق الطائفي. يعني بعده موجود، بعده موجود للأسف، بس لازم يستفيدوا من تجربتنا. في اليوم ضمن المجتمع اللبناني في فئة معينة عم بتقول إنه عندها قضية وحامل سلاح وعم بتدافع عن هالقضية، هل في تماثل بين هيدي التجربة والتجربة اللي أنت كنت فيها؟ لك في لان انا كنت عم بحكيك عن الحرب اللبنانيه والسلاح الميليشياوي. اليوم سلاح منه ميليشياوي، اليوم سلاح حق، سلاح مقاومه بكل معنى الكلمه. كيف بتبرهن للناس؟ برهن انه استعمال السلاح منه سيء او منيح بالمطلق،
سلاح كيف بتستعمله لأي هدف بتستعمله. تاريخ الإنسانية تاريخ سلاح، وتاريخ الإنسانية للأسف كمان تاريخ حروب، بس السلاح حطوا له شروط لاستعماله من القرن الخامس. القرن الخامس لما يكون السلاح بيخدم العنف بكون سلاح سيء، ولما بكون السلاح بيخدم الحق بكون سلاح جيد. ما في سلاح منيح بالمطلق، بس بالنهاية استعمال السلاح لازم يكون آخر وسيلة نلتجئ لها. بس أكيد اليوم السلاح الموجود سلاح حق، ومنه سلاح يديروا على الحرب، يعني منا بخدمة حرب لبنانية. اليوم حرب لبنان عم ينحمل لسلاح، وهيدا شيء مشروع. في مبرر اليوم للتخويف من هيدا السلاح تحديداً؟ ليك انا كنت يعني مشككه بالاول، انا بقول لك صراحه، لان يعني عملت ردة فعل، عملت ردة فعل على كل شيء اسمه استعمال سلاح يعني. بس الاحداث اللي مرقت من 2006 ل 7 ايار لغير اثبتت لي انه سلاح بايدي شريفه. بعد عندك حقد على الفلسطينيه، حملت البندقيه بوجه الفلسطينيين؟ أكيد لا، أكيد أكيد لا، بالعكس يوم يعني بتطلع بقضيتهم وبنوجع معهم يعني، وبفهمهم، والما فهمونا اليوم عم بفهموا بشكل آخر. أكيد يعني القضية اليوم الفلسطينية من القضايا اللي حملتها كمان. أكيد ما بقى كيف ممكن يعني بعد أحمل حقد بعد اللي صار، وخصوصا بعد اللي خبرته بكتابي عن هالفلسطين التقيته بالحبس. أخيرا سؤال، هل هناك بالأوساط المسيحية من هو خائن ومن هو وطني؟ بعد فينا نصنف هاي التصنيفات اليوم؟ فسروا لي شو هي الخيانة، يعني شو من خائن من يعني. لايك في بدك تفهم الخائن، الخائن هو اللي بيخدم مشروع التجزئة بالمنطقة اللي هو مشروع خارجي واللي عم ينعمل على أساس طائفي، والوطني هو اللي بيخدم مشروع الانفتاح على المنطقة والتكامل بالمنطقة، وبيخدم هالمشروع. المشروع هيدا للأسف بعد ما نوجد مزبوط، بس تنعطل مشروع التجزئة اللي هو مشروع قديم من بعد سقوط السلطنة العثمانية وخلق دولة إسرائيل. هيدا مشروع ماشي بالمنطقة، والحرب اللبنانية جزء من أجزائه، بس بعده ماشي اليوم. إذا بدك تقرأ اللي عم بصير تقرأ من خلال هالمشروع. ما فينا نواجهه إلا من خلال مشروع انفتاح على جيراننا وعلى المنطقة، وتكامل وسلاح حق اللي هو اليوم درعنا كمان. ريجينا، سؤال أخير كمان، خافي على حالك؟ أنا؟ من شو ومن مين؟ من الحقيقة اللي عم تقوليها. أنا الحقيقة ما بتخوفني، لازم تخوف غير الحقيقة. أنا ما بخاف، ما خفت بحياتي. ريجينا صنيفر، نحن منشكرك، على أمل أن لا تتكرر الحرب الأهلية، خبر أو خبرية، الخميس المقبل في نفس الوقت. وبالختام التحية دائما من الزميلة نسرين ناصر الدين، ومني أنا جاد أبو جودة. لأي فكرة أو اقتراح إيميل البرنامج خبر أو خبرية otv.com.lb، ومنذكركم أيضا بجروب الفيسبوك أيضا الخاص بخبر أو خبرية، وإلى اللقاء.